ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع البخاري، وأيضا هذا اليوم يوم ينفرد فيه الكلام على العقيدة. نحن أتينا، الله تعالى رزقنا بسبب تنطعهم سلسلة من أعظم السلاسل، نحن أولى بالشافعي منكم، ونحن الآن أيضا نقول أولى بأحمد، أولى بمالك، أولى بأبي حنيفة، حتى أبو الحسن الأشعري يتبرأ منه، حتى أبو الحسن الأشعري سترى أن أشعارة العصر أصلا أبعد الناس عن أبي الحسن الأشعري. ونحن الآن في الكلام على مسألة أيضا الأخ الذي قال بأن السلف لم يتكلموا في الصفات، فأردنا فقط أن نبين له أنه لم يطلع على كلام أهل العلم، ولم يطلع على عقيدة السلف حتى تكلم فيها بعدم علم، فلعله يعني يعلم فيرجع. وأفضل الناس ليس النبيل الذي لا يخطئ أو لا يزل، النبيل هو الذي إذا أخطأ رجع، فإذا رجع تراجع، هذا النبيل الذي يعترف في هذا الباب. وأيضا كل منا لنا عيوب ولنا زلات وسقطات وهنات ومعاصي، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذلك، اللهم أمين يا رب. الغرض المقصود في هذا الباب أننا نبين إجماعات السلف في الكلام على الصفات، والأمر الثاني أيضا نحن أولى بأحمد منكم، أحمد يثبت الصفات وأنتم لا تثبتونها، أحمد يثبت القدر وأنتم جبرية، أحمد في اعتقادي في الإيمان قول وعمل، وأنتم تعتقدونه معرفة أو تصديقا فقط، ففارقتم أحمد في كل شيء، فارقتم أحمد في كل شيء. وسيأتيكم إن شاء الله بيان الفرق بينكم وبين مالك في عقيدة مالك، وأيضا المفارقة بينكم وبين أبي حنيفة في عقيدة أبي حنيفة. وهذا فقط إظهار وإقامة حجة ليهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. وكما نصرح كثيرا، لسنا أصحاب خصومة أو عداوة مع أحد كائنا من كان، حتى الذي يعادينا والذي يمكر ويكيد ويعني تراه لا يهدأ بالا إلا أن يسيء، هذا أيضا ما عندنا خصومة مع أحد ولا عداوة مع أحد. فنترك من يريد أن يمكر أو يكيد لنفسه، والله جل في علاه يتولى. وأيضا نقيم الحجج لعلهم يسمعون الخير فيعملون به. نعم، إلى صحيح البخاري أولا نبتدئ به. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتابه الصحيح، كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف. قال الله تعالى: يحلفون بالله لكم، وقول الله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هو قال كيف يستحلف ولا كيف يستحلف؟ أنت اجلس شيخ، ما قلت لك اجلس، ليش وقفت كل هذا؟ باب كيف يستحلف. قال الله تعالى: يحلفون بالله لكم، وقول الله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقال بالله وتالله ووالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله، ولا يحلف بغير الله. أكمل. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. إسماعيل بن عبد الله ابن أويس، نعم، أبو عبد الله من الثقات، قال ابن عين لا بأس به، وهنا معنى ثقة. قال: حدثني مالك. يا ابن خلصت، قام جاء المخلط يكذب ليس بشيء، وقال ابن عدي، نعم، قال ابو حاتم الرازي: محله الصدق، كان مغفلا. ويحمل العين انه كان يسرق الحديث، هذا لم يصح. وقال احمد لا باس به، وقال مره ثقه. النسائي قال ضعيف، وفي موضع قال ليس بثقه. الذهبي قال انه روى عنه الشيخان البخاري ومسلم، وابن حبان ذكر فيه الثقات.
الحق أنه كان يروي من حفظي فيخطئ ومن كتابي فيتثبت، ففي ضعف. نعم في ضعف. تفضل. قال حدثني مالك. مالك إذا ذكر الحديث مالك النجم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله عليكم جميعا. عن عمه أبي سهيل. أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي أو سهل المدني، نعم، ومن الثقات. قال أنس أي ثقة؟ قال أبو حاتم الرازي ثقة. فينك يا ابن؟ ماشي. عن أبيه قال أحمد حنبل ثقة. عن أبيه أبوه مالك بن أبي عامر بن عمرو بن حارس الأصبحي أبو أنس، هذا كان من التابعين وذكروه في طبقات التابعين وهو من الثقات، وقال ابن سعد كان ثقة ولو أحاديث صالحة. أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رضاه الصحابي الجليل طلحة الخير، نعم. أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. يعني هذه الشاهد من الحديث الذي أراد البخاري هو قوله والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، على أساس أنه يعني الحلف وما شاهد الحديث الثاني. قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري من مثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حدثنا جويرية. جويرية هو ابن أسماء ابن عبيد بن المخارق وهو من الثقات. قال الدرمي ثقة، قال ابن معين ثقة، وقال ابن سعد كان صاحب علم كثير، نعم. قال ذكر نافع. نافع ومولى ابن عمر هو أثبت الناس ابن عمر من خيار التابعين، نعم. عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، مع أن الإطلاق في عبد الله بيكون عبد الله بن مسعود، لكن لأن نافع ألصق الناس بعبد الله بن عمر، نعم، وهو صحابي ابن صحابي أثري من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادين الأربعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. جزاكم الله خيرا. هنا في قوله باب كافي يستحلف، نعم، يعني يحلفه القاضي بماذا؟ وقد اختلف العلماء في هذا الباب على القسم، والأصل أنه القسم لا يكون إلا بالله جل في علاه. الأصل أن القسم لا يكون إلا بالله جل في علاه بذاته المقدسة بأسماء الحسنى وصفات العلى. فلا وربك لا يؤمنون، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وأيضا لعمر الله قالوا كذا وكذا. فأدوات القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، هذه الأصلية والله وبالله وتالله. وهناك حرفان هم فرعيان منه الهمزة الله، وأيضا ها الله بالفرع في ذلك، لكن المشهور على الألسنة واو القسم، هي المشهورة جدا في هذا الباب. والقسم لا يكون إلا بالله بذاته المقدسة بأسمائه الحسنى بصفاته العلى بل وبأفعاله. واختلفوا الصفات الخبرية لا يستطيع يعني يجوز أم لا على تفصيل بين العلماء. واختلفوا فقال الطائفة يحلفه القاضي بالله من غير زيادة، وقال مالك يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو، وكذا قال الكوفيون والشافعي. قال فإن اتهمه القاضي غلظ له فيزيد عليه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر من السر ما يعلم من العلانية، وهذا كله يعني ليس عليه ثم الدليل. يحلفه بالله فقط بذاته المقدسة أو بأسماء الحسنى أو بصفاته، وتكون كما قلنا بالواو والباء والتاء والله وبالله وتالله. وقد قال الله تعالى قالوا تقاسموا بالله
وقال تعالى والله 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 ربنا ما كنا والله ربنا الآية والله ربنا ما كنا مشركين. نعم. وأيضا قول الله تعالى تالله لقد أثرك الله علينا، هذه الأصول في هذا الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله يعني كاذبا بعد العصر، طبعا بعد العصر هنا تغليظا، وجرم القسم هنا بعد العصر هو ايش؟ لهذا الوقت، خلاص ده التغليظ. والقسم هنا جاءت الروايات ليقتطع بها مال امرئ ايش؟ هو الاجرام هنا، الاجرام انه ياكل بها اموال الناس بالباطل، ان ياكل بها اموال الناس بالباطل. ثم اتى بالحديث، حديث طلحة، جاء رجل ويسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. جاء رجل يسأل عن الإسلام كما قلنا بأنهم ييسرون له لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاء في بعض الروايات له صوت عال يسمع صوت يسمع دوي صوتي ولا أعلم ما يقول، وسأل عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خمس صلوات باليوم والليلة. وهذه معناها هنا يسأل عن شيء فيجيبه، ممتاز. أما هو كيف يجيبه؟ ممتاز، يسأل عن شيء فيجيب بأركانه. وهذا طبعا بعيد عن المناطق الذين يقولون بالحد والمحدود والمانع، أجاب بإيش؟ أجاب بأركانه. قال ما الإسلام؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. أيضا في رواية شهادة لا إله إلا الله ثم قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا أزيد ولا أنقص. هنا البخاري تعلق بما وافق الترجمة بأنه قال والله لا أزيد، فأقسم بالله ولا يستحلف ولا يكون حلف ولا تنعقد اليمين إلا بالله بذات المقدسة وبأسماء الحسنى وصفاته العلى وأفعاله. وأيضا قال أسامة، فقال له هل علي غيره؟ قال إلا أن تطوع. قال أسامة رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. حتى جاء الرجل بعد ذلك في الزكاة قال لا إلا أن تطوع، فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله أفلح إن صدق. والشاهد هنا أنه قال والله لا أزيد ولا أنقص، فيستحلف بالله جل في علاه. راح فين الحديث؟ راح فين؟ أما الحديث الثاني فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفيها دلالة على أن الحلف لا يجوز بغير الله جل في علاه، ومن جوز الحلف بغير الله جل في علاه فقد أساء وضل الباب وأخطأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد قال في حديث ابن عمر والتشديد على ذلك، قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لذلك قال من كان حلفا فليحلف بالله أو يعني لا يحلف بغير الله، يعني لا يحلف الصمت أو له لا يحلف بغير الله. نعم. الفوائد المستنبطة، هذا حديث دليل على عدم وجوب الوتر ردا على الحنفية، لأنه قال خمس صلوات في اليوم والليل ثم قال له هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، والوتر خلاف الخمس صلوات، يبقى إذن سماه إيش؟ تطوع. فإذا الوتر تطوع. وأما قوله أوتروا أهل القرآن في بعض الأحاديث الضعيفة، أو قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا صلاة الليل مثنى مثنى، كل ذلك على الكمال والاستحباب، كل ذلك على الكمال وعلى الاستحباب. هذا ليس واجبا، الوتر ليس واجبا. أقصد يخرج بهذا الحديث الواجب طبعا، ما فيها شيء على صلاة ركعتين مثلا في الطواف، وأيضا دخلها في فقه بعضهم يقول سنة ليس واجب. ماشي. الفائدة الثانية الصدق فلاح، لكن تأتي لمن يدلس ويكذب ويريد ينتقم من، يعني أنا ما أدري والله ما أدري كينونات النفس في هذا الباب، ما أعرف. المسألة عظيمة في هذا الباب، الصدق فلاح، حرمة القسم بغير الله جل في علاه، حرمة القسم بغير الله جل في علاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. إن الهموم بقدر الهمم.